متواجد في عين بني مطهر برقم. هذا كويت اخوتي شوف غير هذا اش دير التصوير اللي هتشوف هذاك بعناه ب 120 واش هذا ديال 120 تقنع عليك بالله في 45000 طياحه بلا تماره بلا تكرفيس بلا راك عارف الشمس واحد كيمشي للبحر الله اعلم وحنايا الشمس كيتقدي هنا شوف تقنع عليك بالله هذا ديال 120 كساب مشى لا اله الا الله محمد رسول الله كنطلبوا بالدوله تدخل في هذه الساعه هذه وكيد باش كيدعمك حتى شي واحد شي حاجه شكون كيدعم شكون ما كان لا دعم لا والو كان غير كيدعموك ما يبقاش الحال شوف هذا تاع 120 فرنك تقنع عليك بالله ها هو الحولي هذا راه في 200000 فرنك هذا راه في 200 كاليها 200000 فرنك كاليها شوف اصاحبي درك كيعطيونا فيه 180000 فرنك هذا الشيء ديال الله بنادم ما غاديش يهرب منه ولكن كنطالبوا بالدوله تدخل هذا الشيء اللي كاين الدوله خصها تدخل مع دير معنا شي حل حنا رحنا ضايعين بزاف اخوتي راه السوق حلالينا والثمن ما كانش راه حنا مبورين المال راه مضيعين رزقنا دراهمنا الكريديات راه حنا لاصقين راه حنا حافيان راه السوق ميت الحولي نتاع 300000 راه دارنا 160000 واش غادي نبيعوه ولا نردوه الا رديناه معنا ضايعين في لافير ما غاديش يتباع لنا وغادي يولي لنا 2 ولا 4 واش غادي نديروا به وجفافه ضاربه العلف ما لقينا باش نديوه كريدي خالينا ايوا الله يجازيكم بخير شوفوا كي ديروا لنا هذا الحل عطيونا شي دعم ولا شي زرع ولا شي تعاونيه ولا شي حاجه اللي نتصرفوا بها حتى تفك علينا هذا المشكل تبان شي خير فيا ولا يطيح شي ما ولا ونقدروا نرجعوا لكم دراهمكم ولا نرجعوا لكم شي حاجه ديروا لنا شي حل مساعده اللي تفك بينا المشكل كسبه بالنسبه للكسبه ضايعين علفوا خاسرين 100% ما كانوش ناويين على هذا الثمن وهاد الحوايج كي هكذا ولكن مع الاسف هاد الشيء اللي كاين الكساب ضايع 100% ما دابا كاين اللي شاري الكسيبه وما لحقش تراس المال ديالو وراكم كتشوفوا في السوق انتم كتمنظروا والحوايج راه باينه اليوم مع هذه كورونا راك تشوف الحوايج كي راه صارين لا اله الا الله محمد رسول الله هاد الشيء اللي كاين يعني السوق طايح بزاف طايح عندنا السوق بزاف المهم على اي الاثمنه كنشوفوها يعني مقارنه مع السنوات الماضيه كنشوفوها السنه يعني بهذا الوباء اللي عرفوا المغرب وعرفوا كاع جميع الدول كنشوفوا الاثمنه ناقصه يعني كاين ناقصه 100000 في الراس كتهود لذلك يعني الكسابه كيعاني والفلاحه ونرجو يعني من الجهات المعينه على راسهم وزاره الفلاحه انها تدعم هاد الفلاحه لا من الدعم يعني نتاع الماشيه ولا من الدعم عاوتاني يعني داكشي نتاع باش كياكلوا الماشيه وداكشي فهاد الوقيته هذا راه ناقص شويه ناقص بزاف ماشي على حساب الثمن لهاد السنوات اللي فاتت هاد العام راه ناقص الفلاح دقدقوا بزاف ولكن هادشي ديال سيدي ربي ما بيدنا حتى شي حاجه وهادشي اللي كاين حولي ديال 100 ولا يدير 75 70 ما واصلاش ديال 200 بقى اليوم يدير 150 140 وهادشي في الجمله واه في الجمله وهادشي ديال سيدي ربي حنا ما بيدنا والو ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس